أنا أظن من العقبات في العمل التطوعي إنه البعض يأتي ويعرض عليكم مثلا المساعدة والتعاون في التفريغ وكذا فإيش يكون يعني بعد هذا؟ يعني هل يوجد إذا مثلا أي أحد من الأخوة الآن يرغب مثلا المشاركة في هذا البرنامج؟ نحن عادة لما يتقدم بعض المتطوعين أول شيء نجلس معه بعض الأوقات من أجل أن يتعلم طريقة التفريغ، لأنه فيه مثل اللي يشتغل على التفريغ فقط، ومن اللي يشتغل على التنسيق، ومنهم الذي يشتغل على المراجعة. على المراجعة. وكل هذه المراحل تحتاج أنه يتعلم بعض الأدوات. يتعلم. وهذه تحتاج منه هو لوقت ومنه نحن لجهد. تمام. في الغالب والآن يعني بعض الناس يظنون أن موقع التفريغ هو مؤسسة كاملة. هو في الحقيقة كانوا أحيانا عندنا بعض المتطوعين ثم يختفون. يختفي. هو يأتي للمساعدة. هذا محسن. هو يقول أنا محسن. والله سبحانه وتعالى يقول وما على المحسنين من سبيل. وهو لا يدري يعني أن هذا هو الإساءة. لأن المحسن هو الذي يتم العمل على أكمل وجه. أما يبدأ معك في أول مشروع ويتعلم ويأخذ من وقتك ومن جهدك وكذا ويعطل يعني الموقع أحيانا، حتى المشاهدين الآن يريدوا بعض التفريغات، وهذا يأتي في نصف الطريق ويتركك، لا أنه يعني أتم العمل ولا أنه يعني لم يدخل، دخل ووسط الطريق وتركك، يعني حيران أنت إيش تصنع، حتى أحيانا لا يعطيك حتى التفريغات اللي فرغها. صحيح. الآن مثلا فيه بعضهم الآن جزاهم الأخير هم اقترحوا أنهم يتطوعون، أعطينا لهم بعض الأشرطة من أجل أن يفرغوها، خاصة لو تكون سلسلة. طب أنت لو تشترط عليهم يعني من الأول تقول يا أخي تبدأ معي مثلا في هذا الشريط تتم الشريط، هم أغلبهم سوف يقول لك أبشر. أبشر في الأول. هو المشكلة هم جزاهم الأخير هم يأتون بنية حسنة، وهو من الأول يرى نفسه محسنا، هو ما يدري أنه في البداية نحن نحسن إليه لتعلم الصنعة. يتعلم. وأغلبهم يعني للأسف أنه بعد ما يتعلم الصنعة يذهب ولا يرجع. فلما اشتد ساعده رماني. نعم. هذه هي المشكلة. والله هذه مشكلة في العمل التطوعي في أغلب الأماكن. الله المستعان. أسأل الله يوفق. لكن الشيخ سالم لابد تستمر على الطريق. يعني لا تترك هذا الطريق طالما انه في خير، الحمد لله انتفعت الناس من في بعض المشايخ عندنا يعني صعب جدا انه يؤلف مؤلف، والناس بحاجه الى هذه الاشرطه، فالتفريق هذا يقرب اشياء بعيده، فاستمر واسال الله. كل مكان يا اخي لن تجد يعني مكانا لا يسلم من المشاكل وال بعض هذا يحتاج مثل ما قلنا في الأول للصبر. صبر بس. الصبر. أنت تبغاهم يصبر أنت تصبر. إن شاء الله. الله يعين. الله يعين.